مازال نتكلم طبيعية. إما على السيارة بالباع داروا ماتش. السلام عليكم، واش راكم؟ تعرف أول أوبسيرفاسيون، الحاجة المهمة كنتوا تحكيو على تحضير المهرجان ونقص سبونسور ونقص الناس اللي دعم. أنا أقول لكم حاجة تقدروا تفرحوا بها اليوم، لأني قليل في المشاركات تاعي نمشي للمهرجانات ونشوف هذا الكم الهائل من الميكروفونات تاع القنوات وتاع الصحافة. صافي ندير المهرجان مهم جدا. سي صا، هذا سان ديتاي تخي امبورتون. أول مرة ثاني استدعى بهذه الطريقة وأكرم في بيتنا. عصام قلت لك بلي تو ما توشي قصدني بزاف، لأنه ماشي دائما تصرى لي هكا، ولو العطاء 30 تاع 35 سنة من العطاء تو نحتاجوا لهاد شوية، نحبوا نتقلشوا حنا في النادي، نحبوا صح نحبوا ولو ما نديروش فلوس بزاف، لكن نحبوا الإنسان يكون مكرم معزز. وباتنا الحاجة الثانية جوستومون، باتنا كانت معروفة في الثمانينات اللي شفناها، حنا كنا نجيو نعملوا المسرح في باتنا 86 87، السينما ما كانتش حاضرة بزاف، كان المسرح كان قوي جدا جدا. اليوم عندنا الحظ باتنا تولي مدينة سينمائية، خاصة بالفيلم القصير، الكوميتراج اللي ما عطاولوش قيمة بزاف في الجزائر. هذه حاجة نشاد عليكم، نقول لكم شكرا جزيلا، وما تستناوش بزاف الدعم. الدعم ما يكونش، الدعم يكون من القلب. والأفلام تندار باش الجمهور يشوفها، السينما للجمهور. اللي دعمونا مرحبا، اللي ما دعموناش حنا ندعموهم بالأفلام وبالحضور الشيق. فيستيفال انترناسيونال عالمي، حاجة كبيرة كبيرة بزاف. وحنا كي شفتي من البارح التبادل في الفندق والتبادل، ديجا بدات المهرجان هو علاقات، هو افلام مشتركة. انا راني بروفيت، انا راني بلاصتي في روحي. اذا انا مسرور جدا، شكرا، يعطيكم الصحة. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.